فضيلتكم، راح نتحدث في هذا المحور عن مجموعة من القصص العمرية، نبدأها بقصة عمر مع صليط بن عمرو الأنصاري. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قامة عظيمة في مبناها ومعناها وأثرها في التاريخ، ومن تأمل سيرته خاصة في أيام خلافته تبين له عظيم ما أعطاه الله عز وجل إياه. وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريه. صليط بن عمرو الأنصاري صحابي عرف بشجاعته وفروسيته، فلما أراد أمير المؤمنين بعد أن أخذ البيعة من الناس، بعد أن أذن أو كتب أبو بكر بالبيعة له واستقام له أمر الناس، أراد أن يجيش الجيوش، وكانت جيوش حروب الردة قد مضت في عهد أبي بكر. فكان أبو عبيدة في الشام والمثنى بن حارثة وغيرهما من الصحابة وفرسان العرب الذين كانوا على دين الإسلام، فأراد أن يبعث بعثا. من هذا البعث الذي أراد أن يبعثه عمر، يعني الفرقة التي أراد أن يرسلها عمر من المدينة، كان منهم صليط بن عمرو الأنصاري. عمر رضي الله عنه وأرضاه يعرف مكامن القوة والشجاعة والبسالة عند صليط، فكان صليط يتوقع أن عمر سيجعل له القيادة والولاية. لكن عمر بعد أن ولى غيره، ولى رجلا من ثقيف، قال له: لولا عجلة فيك لوليتك، ولكن الحرب زبون لا يصلح لها إلا الرجل المكيث. هذا ترى كلام، يعني لو وجد مدرسون يدرسونه في الجامعات، خبير عسكري استراتيجي، نعم، لا يعني ثمة كلمات غزيرة في معناها، لكننا لما جئنا للتعليم لجأنا إلى قضية عفى الله عنا وعنهم صح وخطأ، وهذا لا يمكن أن تخلق عالما، ولا يمكن أن توجد رجلا يفهم. هذه تريح المعلم في التصحيح، لكنها لا تنشئ طالبا قادرا على معرفة الأمور. خرجنا عن الموضوع. فعمر رضي الله عنه وارضاه يقول له: لولا عجلة فيك، بيّن له العيب الذي فيه حتى لا يقع في قلبه شيء عليه، لولا عجلة فيك لوليتك، يعني أنت أهل للولاية. فما هي الحرب؟ شجاعة وقدرة وبسالة، وهي موجودة في صليط رضي الله عنه، لكن العجلة التي فيه الذي يمكن أن نسميه الآن شيء من الحماس، شيء من الحدة، يمكن أن يستغل من الأعداء. فقال له عمر بعد ذلك: ولكن الحرب زبون. الآن هذا الذي يشتري المتاجر ماذا يسمى؟ يسمى زبون. لماذا يسمى زبون؟ زبن في اللغة معناها المغالبة. فأنت عندما تأتي للتاجر أنت تريد أن تغلبه، فأن تشتري بأرخص الأثمان، وهو يريد أن يغلبك فيريد أن يبيعك بأعلى الأثمان حتى يربح، وأنت لا تريد أن تخسر. فيحصل بينكم المماكسة، هذه هي ما يسمى زبون، هي قضية المغالبة. قضية ماذا؟ قضية مغالبة. فعمر رضي الله عنه وارضاه يقول لصليط: ولكن الحرب زبون، يعني مغالبة تحتاج إلى رجل ذي نفس طويل. ثم قال له: لا يصلح لها، أي للقيادة، إلا الرجل المكيث. المكيث يعني المتمهل، الذي لا يتخذ قراره عاجلا، الذي عنده صبر على الأمر. والأول والآخر، والعربي يقول: ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. فسرت أصبر بمعنى أجرى، وفسرت أصبر بمعنى الصبر المعروف. والمقصود من هذا معرفة عمر بالرجال. فالذي يريد أن يعطي الولايات، يريد أن يعين أحدا، معلم يريد أن يختار طلابا، أب يريد أن يختار أبنائه، الدنيا تحتاج إلى رجل ذي نفس طويل يعرف كيف يغالب خصومه. قال له: ولكن الحرب زبون، لا يصلح لها إلا الرجل المكيث. وهذا كله مندرج في فراسة وقدرة وفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.